مرحبا بكم من جديد في قناة شيف ليلى كاسترونومي. كنتمنى يا رب تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غنحضروا مع بعضنا بغيوش سويس كيجي عامر بالكريم باتيسير والشوكولا. مكوناته بساط وكذلك طريقة التحضير ديالو بسيطة وسريعة جدا. فإذا كنتوا أول مرة كتزوروا القناة ديالي تنقول لكم مرحبا، ما تنساوش تضغطوا على زر الاشتراك ابوني أو سبسكرايب وكذلك فعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. فندوزوا على بركة الله المقادير وطريقة التحضير. إذا لهذا البغيوش غادي نحتاجوا على بركة الله 250 غرام ديال الدقيق الابيض الخاص بالحلويات، ساشي ديال سكر الفاني، وكذلك عندي كاس لا ربع ديال الزبده دايبه، جوج ديال البيضات، معلقه كبيره ديال السكر الخشن او لسانيده، نص معلقه صغيره ديال الملحه، وعندي هنايا تقريبا معلقه كبيره عامره حسب الجو اللي غادي اللي حنا فيه ديال الخميره العجينه او الخميره الفوريه. هذا هما المكونات. وندوزو لطريقه التحضير. اذا فواحد الاناء ديال العجانه اولا بامكاننا نعجنو غير بيدينا، غادي نوضع الدقيق، كذلك السكر الفاني، الملح، سكر سنيده او السكر الخشن، الزبدة ندوبينها وتكون شوية باردة ما تكون سخونة، كذلك البيض، صافي. غنوضع هاد المكونات يتعجنوا مع بعضهم، وفي الاخير عاد نضيف الخميرة ديال العجينة، ما كنضيفوهاش في الاول باش كتفعل لينا بسرعة. يعني كيف كتشوفوا حتى كتبدا تجمع لينا العجين، عاد كنضيفوا الخميره الفوريه ونكملوا العجن ديالنا. اذا من بعد ما كتعجن لينا البريوش ديالنا مزيان، كنخليوها في نفس البول او في اي بول اخر، وكنغطيوها بالفيلم اليمونتير ونخليوها كتخمر المده ديال ما بين ساعه وساعه ونص حتى كتخمر مزيان. او الى حبينا يعني نحضروها بليله قبل فكنوضعوها هكا في شي بول اللي نقدروا ندخلوا الثلاجه، وكنخليوها تبات ليله كامله وحتى لغد لي عاد كنخدموا بها. دونك انا غادي نخليها تخمر ونعاودوا نتلاقاو ملي نبغيو نشكلوها وكذلك نشوفوا باش غادي نعمروا. من بعد ما كتخمر لينا العجين فكتصبح على هذا الشكل. كنرشوا طاوله العمل بالدقيق وكنبداو نطلقوها على شكل مستطيل، ملي كتخمر لينا العجينة مزيان فهي كتسهل علينا اننا نطلقوها. فوالا، وللحشو فاحنا كنحتاجو بطبيعة الحال الكريم باتيسير اللي حنا وجدناه من قبل مع بعضنا. نخلي لكم الرابط ديال الوصفه ديالو في خانة الوصف. وعندنا الشوكولا الاسود، يا اما هكا اطراف ديال الشوكولا او لي بيبي شوكولا حسب اللي متوفر عندنا. وعندنا الدهن بطبيعة الحال بيضه مع شويه ديال الخل، كنضربو مع بعضياتهم. اذا ملي كنطلقوا العجين على هذا الشكل غادي ناخذ الكريم باتيسير، غادي نخلي النص التحتاني خاوي ما نديرو فيه والو، والنص الفوقاني من هنا هو اللي غادي نعمر بالكريم باتيسير هكا. فوالا، غادي نسرحو مزيان. الشكل طبعا حابله ما نقيسو الجوانب، نخليهم باش
نسد العجين. فوالا فمن بعد ما كنسرحو الكريم باتيسيير نرشو بالشوكولا فوالا ناخد الشوكولا كنرشوها بحال هكا. وطبعا الحال الكميه حسب المتوفر عندنا، ماشي ولا بدي تكون كثيره او لا قليله، يعني كيف ما كان عندنا نقدر نستعمله. دائما ما نتقيدوش بالوصفات، يعني كاينين مقادير اللي هما خصنا ولا بدا اننا نضبطوهم، ولكن بالنسبه للحشوات او لهذا الشيء فكناخذو حسب المتوفر عندنا. اما لي باز ديال العجينه ولا شي حاجه فهذاك ولا بدا خصنا نتقيدو بهم باش كتصدق لنا الحاجه. فكنضغطو بحال هكا بالاصبع ديالنا اولا بالموس اللي حبينا باش كتثبت هذاك الشوكولا على الكريم باتيسير. غادي ناخذو هذا الجانب التحتاني ديال العجين و نديرو له بحال هكا، يعني بحال نغطيو العجينه ديالنا. فوالا كيف كتشوفوا صافي. غناخدو سكين و نبداو نقادو، دونك نقطعو الجوانب بحال هكا. هادو نقدرو نطيبوهم بوحديتهم. اوكي نقادو حتى من هنا باش يجي الشكل ديالو يعني راقي، ما يجيش فيه هذاك الزوائد. اوكي غير بشويه لينا باش ما تخسر ليناش العجينه. فوالا وغادي نبداو نقطعو مثلا نديرو اربعة ديال الاصابع. اوكي و نقطعو على هذا الشكل اربعة الاصابع ونقطعو حسب الحجم اللي حنا كنبغيوه سواء كبار او لا صغار، غير وكان يكونوا في نفس الحجم باش يجيونا متيولين. صافي دونك عندي هنايا واحد الصفيحه ديال الفرن لان درت عليها ورق الطهي، وغادي نهزهم بحال هكا ونوضعها في صفيحه الفرن. اذا دابا غادي ندهنوها بهذا الشكل هذا، وغادي نخليوها تخمر المره الثانيه. هاد المره ما كتخمرش بزاف، يعني تقريبا واحد 20 دقيقه، وغادي نشعلو عليها الفران يسخن على درجه حراره 250 وندخلو البريوش ديالنا يطيب لمده تتراوح ما بين 25 حتى 30 دقيقه على حسب الفرن ديالنا. المهم حتى كيتحمر لينا البغيوش مزيان صافي، وكنخرجوه من الفرن ونعاودو نتلاقاو باش نشوفوه في الشكل النهائي ديالو ان شاء الله. اذا هذا هو البغيوش ديالنا من بعد ما خرجناه من الفرن، فهو كيجي على هذا الشكل. كنزينو بالسكر بودغ من فوق، انتما كيف كتشوفوا كيجي عامر بالكريم باتيسير والشوكولا من الداخل. فكنتمنى الى عجبكم لا فيديو ديروا لايك، وكذلك اشتركوا في القناه بالضغط على زر الاشتراك، ابوني او لا سبسكرايب، وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. نقول لكم خليت لكم الراحه، والى فيديو وصفه قادمه باذن الله.